كام يوم تحديدا، يوم الحد اللي فات كان في زيارة لمجموعة أو وفد من السادة الإعلاميين لسجون القناطر، وأنا الحقيقة اتشرفت إن أنا كنت يعني إحدى الإعلاميين اللي كانوا موجودين، كنت واحدة من الإعلاميين اللي موجودين في هذه الزيارة. أنا مش هتكلم عن تفاصيل الموضوع كزيارة وكسجون وكده، لأنه أنا عارفة إنه على مدار الثلاث أربع أيام اللي فاتوا يعني كل زملاء في كل وسائل الإعلام اتكلموا عنها. طبعا وفكرة انه ازاي ادارة السجون، قطاع السجون في وزارة الداخلية بتشتغل على انه احول، وعجبني واحترمت جدا المصطلح ده، احول المسجون الى منتج، احول المسجون الى منتج، ما يبقاش مسجون في اربع حيطان وقاعد وخلاص، لا انا بستفيد منه وبفيده، بستفيد منه وبفيده، بيشتغل بينتج. احنا قابلنا ناس هناك وقابلنا مساجين، اول ما دخلنا اصلا بدانا الزياره لقينا ناس من المساجين بيلعبوا كوره، ماتش كوره، وقفنا اتكلمنا معاهم، حتى كان فيهم اعتقد حد اجنبي كاميروني او حاجه، وانا سالته يعني قلت له بقالك قد ايه هنا، قال لي انا بقالي كذا سنه، انت محكوم في قضيه ايه، قال لي كذا، قلت له ار يو بينج تريتد ويل يعني وذ فيرنس وكل يعني هل بتعامل معامله جيده، هل بتعامل معاملة جيدة، هل بتعامل بعدل وكل حاجة. فقال لي كل حاجة تمام، ويعني كلنا بنعامل بشكل جيد. ودي كانت حقيقة حاجة محترمة جدا كمان، ان احنا حتى وقفنا اتكلمنا مع المساجين، احنا لا حقوقيين ولا نشطاء ولا اي حاجة ولا من حقوق الانسان، احنا كنا وفد اعلامي، فجت بالصدفة ان احنا اتكلمنا مع مجموعة من المساجين. اللي انا بقى عايز اتكلم عليه الصورة اللي زمايلي نزلوها دلوقتي، فكرة التحويل السجين لمنتج. احنا شفنا بقى المساجين هم بيشتغلوا مجموعة كبيرة من المنتجات بإيديهم، يعني بيشتغلوا زي ما حضراتكم شايفين كده. السفرة اللي فاتت دي يا شباب ممكن تشوفوها، انا السفرة دي الحقيقة وقفت عندها والله عجبتني جدا، السفرة اللي هي ايوه، لا البيضة اللي كراسيها زرقاء البيضة اللي كراسيها زرقاء، يعني عموما ليه عجبتني، اصلها مودرن، ويعني يعني يعني تحسوا انها عارفين حضراتكم الفرنتشر هومز اللي هي محلات الاثاث المودرن الجديده اللي موجوده دلوقتي، فانه فكره انه السفره دي بالالوان المبهجه بتاعتها ببساطتها وان هي مودرن مش حاجه كلاسيك، وانه مجموعه من المساجين هم اللي واحده واحده يعني دقدقوها وعملوها وطلعوها بالشكل ده، دي كانت حاجه حلوه جدا. في بقى مجموعة تانية، تشكيلات تانية، في يعني مشغولات، في زي ما حضراتكم شايفين غرف نوم، في بقى منتجات يعني أغذية كتيرة، العسل والطحينة، وده المصنع البيض الفراخ بتبيض فيه، وشفنا ازاي اصلا الموضوع بيحصل تعقيم، احنا نفسنا قبل ما ندخل جوه طلبوا مننا نعقم نفسنا، والأحذية اللي احنا لابسينها تعقم قبل ان ندخل، ورش الكشف بقى عنهم وكشف عليهم، كل الكلام ده. بس انا حته الانتاج بقى هنا يعني مع كل احترامي طبعا للساده بقى يعني الاساتذه المسجونين الرجال، اسمحوا لي اتكلم انا عن السيدات، عشان كمان كان في كده فرصه ان احنا على مدار دقائق نقف، كانوا فرشين منتجاتهم السجينات، فرشين منتجاتهم قدامنا، ولقينا بيبيعوا شنط، هم بينتجوا شنط ومجموعه من المفروشات وملايات وحاجات كلها، والملايات حتى لفتت نظري على طول، حضراتكم عارفين الست على طول تروح ماسكه كده الحاجه الماتيريال، تشوف الماتيريال عباره عن ايه. اول حاجه ففي سجينه منهم قالت لي العمريه يا فندم، ده قماش العمريه، يعني احسن قطن في مصر، احسن قطن الحقيقه يمكن في العالم كمان، يعني العمريه ومعاه حاجات تانية معروفه يعني، وعاملين ديزاينز واشكال والوان حلوه جدا. الفكره ان انا سالت بقى وزمايلي الحقيقه اللي كانوا معايا، ما كان معانا طبعا كمان كتير من الساده النواب بالبرلمان وناس كتير واساتذه من الزملاء الاعلاميين، سالت بقى المنتجات دي بيتعمل بيها ايه؟ فقالوا لي بتتباع. طيب عندي سؤالين مهمين، بتتباع فين اولا؟ فعرفنا انها بتتباع عن طريق او يعني احدى الوسائل المعروفه اللي بتتباع عن طريقها مصر الخير. مؤسسه مصر الخير بتبيع هذه المنتجات والعائد بتاعها بيروح لقطاع السجون للنزيل، احنا دلوقتي بنسميه نزيل مش مسجون كمان، وده مصطلح محترم كمان من الداخليه ان هي تطلعه او تبدا تنشر الفكر ده، بتروح للمسجون او للنزيل، بتقعد في الامانات عنده، هو بيصرف على نفسه، بيحتاج فلوس جوه السجن،
هو بيحتاج متكفل باسرته بره السجن، بيحوش عشان لما يطلع، عنده ولاد بره بيصرف عليهم، ايا ما كان حصيله هذه المبيعات بتروح للمسجون. دي حاجه محترمه جدا. وعايز اقول لحضراتكم بقى ان من ضمن المنتجات اللي بيعملوها اكسسوارات، وانا اشتريت الحقيقه الاكسسوار ده وقلت هطلع بيه النهارده ان شاء الله. الاكسسوار ده عايز اقول لحضراتكم انه يعني هما كانوا فرشين كده مجموعه اكسسوارات اكسسوارز كتير قوي، فانا عجبني، انا بحب اللون الازرق عموما. وطبعا ده معمول هاند ميد كله، والحجر ده يعني معمول، حتى الحجر فيه حجره كده، انا سالت السجينه او النزيله قلت لها بس الحجر ايه اللون الاسود فيه، التعريقه دي ايه؟ قعدت شرحت لي قالت لي ده من الحجر نفسه، واحنا بنجيبه وبنعمله كذا وبنجمع القطع دي مع بعض. حاجه انا لوهله ما حسيتش خالص ان احنا جوه سجن وبنتكلم مع مساجين. يعني انا حسيت ان انا بعمل تقرير مثلا بره في معرض موبيليا، في معرض اكسسوارات بجد، وبيتكلموا بصراحه وواثقين نفسهم وعندهم امل وطموح، شيء محترم جدا. فانا قلت لها انا اشتريت دي وبوريها بلبسها عشان اوريها لحضراتكم، لانه وعايز اقول لحضراتكم ان الاسعار حلوه جدا، يعني مش قليله ومش غاليه. يعني نفس الكوليه ده هو نفسه لو انا هشتريه من محل في سيتي ستارز او من محل في مول العرب او من محل بره، لا يعني بخبرتي المتواضعه مينيموم ضعفين السعر لو مش اكتر كمان، مينيموم هدفع ضعفين لو مش اكتر كمان. فانا بقول لحضراتكم بجد يا ريت نسال مؤسسه مصر الخير، عشان ده المنفذ اللي انا لما سالت اتقال لي قد يكون في منافذ اخرى. نسال مصر الخير ازاي نقدر نشوف منتجات مساجين، المساجين منتجات ومعروضات المساجين والمسجونات، ازاي نقدر نشوف المنتجات دي ونشتريها. هتلاقوا حاجات حلوه جدا، وفي نفس الوقت يعني هتستفيدوا، واكيد اسعارها اقل من بره، وفي نفس الوقت فيها هدف انساني محترم جدا، انك بتشجع النزيل ده او النزيله دي. وتاني انا احترمت جدا المصطلح ده، من قطاع السجون يتكلم عنه او يقولوا ويطلقوا، يعني بتشجعوا، لانه في النهايه الفلوس دي بتروح للامانات الخاصه بهذا المسجون، بيصرف بيها على نفسه او على اهل بيته خارج السجن. فانا بس كنت حابه اشارك الحاجه البسيطه دي مع حضراتكم. ده باب من ابواب عمل الخير على فكره، ويعني المسجون صحيح هو في النهايه ممكن يكون حد اخطا، بس هو نال عقابه بالقانون، يعني هو اخذ جزاؤه بالقانون. في النهاية هو إنسان، وفي النهاية كلنا بنخطأ، وخير الخطائين التوابون. ربنا يا رب يفك أسرهم. طبعا مهما عدنا كلمنا على السجن وقلنا والأنشطة اللي بتحصل وكده، في النهاية هو سجن، السجن هو سجن، يعني ما فيهاش كلام. ربنا يا رب ما يكتبه على حد أبدا، وربنا يفك أسر كل مسجون وكرب كل مكروب، ويهون عليهم إن شاء الله ويقبل التوبة مننا جميعا.